امتى بدأت تدندن كده وحسيت انه عندك صوت حلو؟ بدأت انا الموضوع الانشاد الموضوع الانشاد الديني بدأ معايا من بداية الجامعة. اوكي. كان موجود معايا من ايام الابتدائية بس اتعمقت اكتر فيه في ايام الجامعة. يعني اول مرة كده قلت حاجة بصوتك كنت وانت يعني في الجامعة ولا في ابتدائي؟ لا كنت في ابتدائي. اوكي. بدأت انشد وانا في ابتدائي، لما كبرت بقى سنه ورحت الثانويه وكده يعني بدأت اعرف ان عندي صوته حلو وبدأت ان انا ايه اتدرب حلو واستغله يعني. حلو. حبيت مين بقى من المنشدين؟ انا اول واحد سمعته طبعا ده اللي هو عالم من اعلام التلاوه والابتهالات الشيخ طه الفاشني يعني رحمه الله عليه. تأثرت بيه اكتر واحد؟ جدا. طب اهلك كان ايه دورهم معاك؟ يعني سندوك، شجعوك، ولا قالوا لك لا ركز في دراستك؟ يعني عملوا معاك ايه؟ كان في الاول ما يخلوني اركز في دراستي، ما كانش ان انا كنت في الاول اصلا كنت يعني هدخل في سكه اللي هي الغناء وكده. بس بعد كده لما اتجهت في القران الكريم والابتهالات والاناشيد الدينيه بداوا يساعدوني.